هو العنصرية أخبارها إيه؟ إيه العنصرية ده قلت لهم؟ هذا نفس يخليك تكره اللي قدام. والله أنا أول حاجة مش متعلم يعني ما أعرف شيء حكاية العنصرية. هذا نفس يخليك ما تحب الخير حق اللي قدام. بصراحة ما شفتهاش. الحمد لله إنك ما شفتهاش. هذا نفس يقول لك أنت إيراني وأنا كويتي مو واحد. كانت في مشكلة لما نقول مصر. بتي تقول لي ان انت قاعد تفتحين ابواب تسكرت، انت قاعد تخلقين فتنه، هذا غير صحيح. انا جايه افتح النقطه العمياء اللي في ذاك الوقت ونورها الحين. وين راحوا؟ اي دور ثالث؟ حياك. معزومين على الدور الثالث. بسم الله. ودنا يعني نعكس لكم واقع غير الواقع الافتراضي أو العالم الافتراضي اللي كنا عايشين فيه في أزمة كورونا. أتوقع بعد دور. وهذا الدور صح؟ اللي فوق بعد. السلام عليكم. أنت اللي ندهت لي؟ ما تسألني شو أنت؟ سوى سلمت علي؟ الله. المنظر حلو هنا. هو يعني سؤال قريء. زين بس يعني ده واقع. كانت في مشكلة لما نقول مصر. والله هو خد فترة من حد يطلع يتكلم باتجاه الوافدين المصريين، بس يعني الأول الفترة الأولانية في قنوات هي تدعم قنوات تهاجم. مثلا واحد عمل حاجة تروح تقوم الدنيا كلها على المصريين. طب شو ذنب المصريين كلهم؟ هو شخص ماشي يتعاقب لو واحد سوى شخص مثلا مصري غير مصري عمل مشكلة، ما تعاقبش الناس كلها بسبب عقبه هو. في عالم افتراضي في عز أزمة كورونا، هذا العالم الافتراضي زرع فينا فتنة بيننا وبين الوافدين في دولة الكويت. هو العنصرية أخبارها إيه؟ يا مش عارف أنا إيه يعني إيه هي العنصرية؟ أني أنا بتعنصر عليك أنت مصري مثلاً وأنا كويتية. لا يا أبو كنا واحد. أنا دايماً بقول أن في مواقف أنت بتعرف صاحبك الحقيقي. مزبوط. ففي أزمة كورونا توريك المواقف دي. بالضبط. كلام مزبوط صح. الأزمة دي ورت الزين ورت العفش ورت الصاحب الزين والصاحب بتاع مصلحته. ما حدش يشربنا شاي حاجة قوة. السلام عليكم. في حصة اللغة العربية كانوا بيقولوا لنا عرف كذا كذا كذا، فأنا بقول لك عرف لي العنصرية. بس أنا عن نفسي والله ما بصراحة ما شفتهاش، يعني أكذب يعني أقول لك شفتها؟ الحمد لله إنك ما شفتهاش. أنت شفتها؟ أنا كنت شغال في شركة أسماك في الشويخ، كنت يعني بشوف يعني حركات مش اللي هي يعني تضايقك شخصيا. يعني العنصرية بتعمل إيه بالإنسان؟ لا والله ده أنا بتخلي الواحد إن عاوز يقطع جوازه خبطه يمشي. هذا العالم الافتراضي واللي صار فيه، هل هو فقط عالم افتراضي شخص قاعد في بيجامته في البيت ويكتب كومنت والناس تمشي وراء هذا الكومنت، ولا هو عالم وواقع حقيقي لنقص على نفسنا في وايد ناس يتظاهرون أنهم مثاليين ولكن هم أكبر من كلمة عنصري. كلمة العنصرية هم أكبر من العنصرية. السلام عليكم. ما وقف العالم الافتراضي اللي انت بتبص عليه الناس اللي بتكتب ده، مش عالم قد يكون حقيقي، ده عالم مفتعل. ممكن في ناس دافعين لها فلوس. نعم. عشان من إيه؟ الطرفين عشان نبقوا من الطرفين. عشان ما نقولوش مصري ولا كويتي. في كويتيين برضو لو ماخذ عشان اقول كلمة حق، في كويتيين برضو دول يعني يسموا لطائفة أو من دافعين من طائفة، وكذلك المصريين برضو. إنما إحنا هنيتي لو تبص على عامل وتبص على أي واحد، يعني الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها بصراحة. كده أنا أقول لك يعني إحنا النهاردة نازلين ندي ألم حق الطرفين. صح طبعا. صح على أني أنا وايد أيها المناطق المفروض أخاف من بشر، أنا قاعد أخاف من قطة. لا تنخشين تحت الدرج الله يعافيك. مفروض قلبي يقوى. يا الله يا رباه. لا تبطل بابا. الله يعافيك. السلام عليكم. شلونكم؟ زينين؟ تعرف شنو العنصرية؟ لا. احسن لك ما تعرفها. لا. اي والله في ناس يقول هذا غني وهذا فقير. يا
لا 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 هذا يسوي احترام حق غني بس ما يسوي احترام حق لازم احترام اول ما شوف فقراء مزبوط لازم شوف فقير غني غني خلي بالي غني لازم شوف فقير امس ايده فقير ممكن مو اكل انت في فلوس واجد انا اسوي كلام زين مع انت انت ما في فلوس واجد انت مو زين لا يا حدا كلام ما يصير في نفرات في فلوس واجد بس هذا مو زين انطلقت من منطقة الجليب في عز أزمة كورونا اليوم الحياة قاعد ترد أو نقدر نقول ردت بشكل كامل هذه النقطة البداية بداية أزمة كورونا أبدي فيها مرة ثانية مع عودة حياة جديدة النفس العنصري اللي طلع والأقنعة اللي طاحت في وقت اللي طاحت كل ده يحطوا له لو مؤاخذة يخيطوا دي ما ظهرت ظهرت على حقيقتي لما اتكشفت الدين والدين رجع لطبيعتي الناس رجعت ما في كويتي كان يطلع يرد دين على الناس دي زي ما كانت في مصريين تطلع ترد على الناس دي كل واحد بيرد على الثاني ومحدش فاهم حاجه ومحدش فاهم حاجه اللي بوصله انه مو شرط تكون متعلم وغير متعلم مو شرط انك تكون قاعد وعايش في منطقه نموذجيه يعني انت مثقف وتعرف تسولف يمكن انت اللي قاعد بمنطقه نموذجيه وقاعد في بيتك وبيجامتك تكتب كلمه تكسر دول الناس البسطاء هم يحسون بمعنى شنو يعني عنصريه ما يتعنصرون على بعض انا ما اتكلم عن كويتي او غير كويتي انا اتكلم عن انسان كل انسان كل انسان اقول خدافس 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 لا جمهور جمهور بيعجبني الجمهور شكرا يعطيك العافية طبعا أنا تخصص أني أنا أدرعم عند الناس أحب هذه اللقطات اللي فجأة أنك تدخل عليه ولأن الكلمة لما تكون غير مخطط لها وايد أفضل من أنك تدخل على شخص تقول ترى أنا بأخذ معاك لقاء تعمدت أني أنا أجي هذه المنطقة منطقة الجليب وأطرح هذا الموضوع مع الناس البسطاء لأن هذول الناس قد يكون الأغلب غير متعلم أو تعليمه على قده ولكن يملكون شيء ما يملكون الناس اللي تشوفهم كاشخين وورا مكاتب ويكون شعارات قدام الناس ولكن واقعهم غير ذلك أنا ما أجمع ولكن حبيت أنزل وأسمع من الناس البسطاء شلون يشوفون هذا الموضوع وايد كنت سعيدة في ناس ما يدرون شنو يعني عنصرية والحلو انك انت ما تعرف شنو عنصرية عشان لا تعيشها او تفكر فيها ولكن في شيء اصعب من ذلك في ناس ما يدرون انهم عنصريين وهذه كارثة كبيرة السلام عليكم